عرف الركاب هنا كانت عندنا حصلنا على المراكز الاولى تقريبا كل الفئات في فئات ديال الكبار فئات الشبان فئات الصغار فئات الكاري فهذا فضل من الله وبالمناسبه كنشكروا جميع المساهمين نعم عرف هذا السباق مشاركه بطوله جهويه على بركه الله شكرا السلطات المحليه مدينه العرائش على راسهم السيد العامل صاحب الجلاله كنشكروا السيد الباشا المحترم السيده القائده للمقاطعه الخامسه القوات المساعده الامن الوطني الهلال الاحمر المغربي جميع المساهمين اللي ساهموا بشكل كبير في انجاح هذا العرس الرياضي.